أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. شكر kepada الله سبحانه وتعالى dengan keizinan daripada Allah kita dapat lagi bersama di dalam majlis yang ke-8 bagi pembacaan kitab sahih al-Imam al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Moga-moga barakah pembacaan kitab ini Allah azza wa jalla akan mengangkat wabak COVID-19 daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Thailand, daripada Fatani, daripada seluruh dunia insya-Allah azza wa jalla dengan berkat bacaan sahih al-Imam al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Allahumma amin. Pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada hadis yang ke-470 iaitu di halaman 96 insya-Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Qala Sayyiduna al-Imam al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi mashayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Bi sanadina ilayhi babu raf'i as-sawti fil masajid wa anhu bihi qala haddathana Ali ibn Abdullah qala haddathana Yahya ibn Sa'id qala haddathana al-Ju'aid ابن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله بل لأوجعتكما جزاكم الله خيرا لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن به قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرة أنه تقاضى ابن أبي حدرة رضي الله تعالى عنه دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قم فاقضه باب الحلق والجلوس في المسجد. وعن به قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به. وعن به قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد.
عنه به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل وعن به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان ذلك باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس وبه قال الحسن وأيوب ومالك وعن به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفي النهار بكرة وعشية ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفرع بل فأفزع ذلك أشرف قريش فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين باب الصلاة في المسجد السوق وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره وعنه به قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو رضي الله تعالى عنهم قال شبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا وعنه به قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة عن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه وعن به قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي
Qala Ibn Sirin sammaha Abu Hurairah radhiyallahu anhu walakin nasitu ana. Qala fa shalla bina rak'atayn thumma sallama fa qama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid fattaka 'alayha ka'annahu ghadban wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka bayna asabi'ihi wa wada'a khaddahu al-aymana 'ala ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه في القوم بل فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين رضي الله عنه قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال ثم سلم باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنه به قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيهما ويحدث أن أباه رضي الله عنه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في تلك الأمكنة وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء وعنه به قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يصلي فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله رضي الله تعالى عنه يصلي فيه وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء وقد كان عبد الله رضي الله عنه يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء بل عند منصرف الروحاء وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله رضي الله تعالى عنه يصلي في ذلك المسجد كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه وكان عبد الله رضي الله تعالى عنه يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر وإذا أقبل من مكة
فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. وأن عبد الله رضي الله تعالى عنه بل وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين أولئك السلمات. كان عبد الله رضي الله عنه يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل عند سراحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة ذلك المسيل لاصق بكراع هرشة بينه وبين الطريق قريب من غلوة. وكان عبد الله رضي الله عنه يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. إذا كان فاضي سأجوب. وبه إليه قال أبواب سترة المصلي باب سترة الإمام سترة باب سترة الإمام سترة من خلفه. وعنه أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وعنه بقال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء.
وعنهم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه امرأة والحمار. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. نعم. تمر بين يديه المرأة والحمار. المرأة. جزاك الله خير. تمر بين يديه المرأة والحمار. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. وعنه بقال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر الشاه. وعنه بقال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوز كادت الشاة تجوزها. باب الصلاة إلى الحربة. وعنه بقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. وعنه بقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. وعنه بقال حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. باب السترة بمكة وغيرها. وعنه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر رضي الله عنه المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها. وعنه بقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى الصلاة عندها. وعنه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس رضي الله عنه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة.
وعنه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال رضي الله عنهم فأطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالا رضي الله عنه أين صلى قال بين العمودين المقدمين وعنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي رضي الله عنهم فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وقال لنا إسماعيل قال حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه باب وعنه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فيه قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل وعنه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها قلت أفرأيت إذا هبت الركاب قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله باب الصلاة إلى السرير وعنه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي باب يرد المصلي من مر بين يديه ورد ابن عمر رضي الله عنهما في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتل وعنه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاذ بين يديه
فدفع أبو سعيد رضي الله عنه في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد رضي الله عنه أشد من الأولى فنال من أبي سعيد رضي الله عنه ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد رضي الله عنه ودخل أبو سعيد رضي الله عنه خلفه على مروان رضي الله عنه فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. سيلا أستاذ. باب اسم المار بين يدي المصلي. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم رضي الله تعالى عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة وعنه به قال باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي وكره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي وإنما هذا إذا اشتغل به فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل وعنه به قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت قد جعلتمون كلابة لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون للحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالة وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه باب الصلاة خلف النائم وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت باب التطوع خلف المرأة وعنه به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها قالت والبيوت يومئذ ليس بسطتهما فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح باب من قال لا يقطع الصلاة شيء وعنه به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمون بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ف
فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوزي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنسل من عندي رجليه. وعنه به قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي العاص بن ربيعة ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. باب إذا صلى إلى فراش فيه حائط. وعنه به قال حدثنا عمرو بن زراع بل عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. وعنه به قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. وعنه به قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى. وعنه به قال حدثنا أحمد بن إسحاق السرمادي بل وعنه به قال حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه
فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله صلى وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيع ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فأمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. باب البيعة على إقامة الصلاة. وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب الصلاة باب الصلاة كفارة. Silakan Ustaz Ju, panjang hadisnya. Dah tak payah waktu Ustaz Ju. Silakan Ustaz Ju. وبله قال باب الصلاة كفارة. وعنه بقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة قلت أنا كما قاله قال إنك عليه أو عليها لجريء قلت فتنة الرجل في أهله قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيكسر أم يفتح قال يكسر قال إذن قال إذن لا يغلق قال إذن لا يغلق أبدا قلنا أكان عمر يعلم الباب قال نعم
كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأل حذيفة رضي الله عنه فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر فقال الباب عمر رضي الله عنه وعن أمي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم باب فضل الصلاة لوقتها وعنه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار قال أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني باب الصلوات الخمس كفارة وعنه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا في كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا باب تضييع الصلاة عن وقتها وعنه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل الصلاة قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها وعنه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت وقال بكر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه باب المصلي يناجي ربه عز وجل وعن أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وقال حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وعنه قال حدثنا حفص بن عمر
قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه باب الإبراد بالظهر في شدة الحر وعنه بقال حدثنا أيوب وعنه بقال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ونافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنهم عن عنهم عنهم رضي الله عنهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وعنه بقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر أو قال انتظر انتظر وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول حتى رأينا فيء التلول وعن أبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من وأشد ما تجدون من الزمهرير وعنه قال حدثنا نعم فأذن لها بنفسين شكرا جزاك الله فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير وعنه بقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش باب الإبراد بالظهر في السفر وعنه بقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وقال ابن عباس رضي الله عنهما تتفيأ تتميل باب وقت الظهر عند الزوال وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالهاجرة
وعنه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسكتا ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر وعن أبي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وقال معاذ رضي الله عنه قال شعبة رضي الله عنه ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل وعنه قال حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر باب تأخير الظهر إلى العصر وعنه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب رضي الله عنه لعله في ليلة مطيرة قال عسى باب وقت العصر وعنه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها وعنه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها وعنه قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر وعنه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة
فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. وعنه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الزهرة ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عمي ما هذه الصلاة ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي كنا نصلي معه. باب وقت العصر نكتفي بهذا وبهذا وبالله التوفيق. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala dirisikan Allah hari ini dengan beberapa hadis daripada sahih al-Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan bacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan keterangan kepada kita kerana kita dapat mendengar sabdaan mulia Nabi alaihi salatu wasallam. Semoga Allah mengangkat wabak COVID-19 dengan berkat bacaan sahih al-Imam al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah menerima amalan yang kita lakukan ini, lalu Allah azza wa jalla dengan kuasanya yang tidak terbatas mengangkat kembali wabak ini daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada seluruh alam ini insya-Allah subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah bersama-sama dalam majlis ini. Moga-moga Allah Azza wa Jalla menjadikan setiap salawat yang kita dendangkan sewaktu kita mendengar hadis Rasulullah ini merupakan salawat yang diterima oleh Allah, yang diterima oleh baginda Nabi AS lalu membawa kepada datangnya cinta yang tidak bertepi kepada Rasulullah dan kepada Sayyiduna Nabi Muhammad SAW juga kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih semua. Marilah sama-sama kita memohon kepada Allah agar Allah mengurniakan yang terbaik buat kita biiznillah ya azza wa jalla. Bertemu lagi keesokan hari insya-Allah azza wa jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.